الحقيقة الأنبار وضعها الآن جيد جدا من تقريبا من الناحية الأمنية أنا أعتبرها الأول على العراق. الأول على العراق؟ نعم. ثانيا وضع الاجتماعي وضع تقريبا متماسك جيد، لا توجد عندنا دقات عشائرية ولا فصولات عشائرية ولا هاي الأمور ولا سلاح منفلت، كل بالأنبار، القانون هو السائد على الكل. والأما بوضع الأمور الأخرى خدمية ما خدمية، أنا هم من خلالكم أدعو القادة السياسي للابتعاد عن دوائر الدولة ويترك الموظفين يعملون بما يرضي الله ويرضي المواطن. هو غير يتابع القائد؟ نعم يتابع القائد السياسي، أعتقد إذا هو بالبرلمان أو رئيس برلمان أظن شوي فكياخة عن الموظفين والمسؤولين. وندعو أيضا الحكومة طلع الحالية، طلع من البرلمان بعد وخلص، ما أظل أحد إن شاء الله، ما يظل ولا واحد، ما يسوي لهم اللي يظلون اللي ما يظلون. وندعو الحكومة الحالية الموجودة هسه أن يستقيموا أولا إلى الله، ثانيا إلى أهلهم وناسهم ومواطنينهم، وأن لا يميلون لجهة على جهة أخرى بحجة أنه والله أنا جيت عن طريقه. إذا جيت عن طريقه أنت ما جيت إليه، خلي هاي أمور جماعة ناسينا كثير مو بحساباتهم، والله هو جابني لازم أنا أظل ذليل وعبد عنده، وهاي أظن عيب على كل واحد يتقبلها على نفسه أن يكون دليل لإنسان مهما يكون موقع. شيخ أنت تقول الأنبار الأولى الآن بالوضع الأمني، الأمني. شلون بالأمن الأول؟ ما عندنا أي مشاكل أمنية، خلايا داعش لم يسجل أي خرق أمني، ماكو خلايا داعش، وينكم نايمة؟ ظلوا نايمين كلهم قعدوا وولوا، اللي مات اللي ظل بالحياة. وضعها مثالي تعتبره الآن؟ لا طبعا هذا لمن يحسب هذا الوضع؟ يحسب للقوات الأمنية لا لغيرها، لا والمساندين لها. ماكو طرف سياسي يقدم نفسه على انه هو اللي وصل الانبار لهذا الوضع اليوم؟ لا حبيبي، سيد الحبوسي لك انا جزء من نجاحه. لا 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 لا، اجى لقى الانبار محرره 100%، هذا الطرف السياسي تقصده ما كان له دور بتحرير الانبار ولا يندل، حتى اكو انبار على الخارطه في ذلك. شلون ما يندلها؟ وين كان؟ كان ببغداد قاعد، تحررت الانبار وكملت وبدت مشاريعها واجى الرجال. اي يقول لك انا غيرت الخطاب، غيرت نظره الناس للنظام السياسي، أنا صنعت الاستقرار بالمحافظة. هو صنع استقرار من هو؟ ما تقول من هو؟ تقول أنت تكذب. سيد الحلبوسي ما صنع استقرار بالمحافظة، شلون صنع الاستقرار؟ شلون المؤمن لا يلدغ من جحره مرتين؟ التهجير والاختلاط مع الناس غير ثقافة مجتمع الأنبار. هاي القضية وما بيها ترى، ما حد له فضل عليها. لهم فضل أصحاب البنادق مو أصحاب الفنادق. ليش تعتبرهم اصحاب الفنادق؟ طبعا كلهم، كل السياسيين من اصحاب الفنادق بدون استثناء، احنا اصحاب البنادق.